وعايزه اقول لحضراتكم كمان عن هيثم فهمي بطل مصر في المصارعه الرومانيه اللي حصد برونزيه وزن 60 كيلو جرام امبارح. كانت حاجه والله العظيم وشريفه جدا اللي كان بيتابع. فعلا فعلا نفس اللعبه ايضا حصد فيها عبد الرحمن عمر برونزيه في وزن 67 كيلو جرام. احنا كل الاوزان تقريبا مسيطرين عليها. عبد الرحمن برضو خاض المباراه وهو مصاب في راسه، كان عنده اصابه في الراس وتمسك باللعب والحمد لله قدر ان هو يحصد الميداليه. كمان نور الدين حسن حصدت الميداليه البرونزيه لمنافسات هنا وزن 87 كيلو جرام. وايضا في المصارعه الرومانيه عندنا منافسات النهارده على ميداليه لوصول بقى بعض اللاعبين لنهائي المصارعه الحره، شيء مشرف جدا وحقيقي يعني بنفرح ان احنا بنحقق كميه الميداليات دي. مبروك لكافه اللاعبين كافه اللاعبات على الظهور القوي اللي احنا كنا بنتمناه وبنرجوه من بدايه البطوله وتسجيل بجد انجازات جديده جدا للرياضه المصريه. بنتمنى التوفيق كمان لباقي اللاعبين ان شاء الله وتحقيق المزيد من الميداليات.